عايزة أبارك لك طبعاً على النجاح اللي مكسر الدنيا على آخر أعمالك مسلسل عربة بيروت، هو دلوقتي توب 10 على شاهد. نعم صحيح. أنت حاسة رأيك أنت إيه اللي مخلي العمل ده يكون ناجح النجاح ده؟ هلأ عربة بيروت غير القصة يلي أنا أول ما قريتها قلت، وخاصة شخصية زينة اللي لعبتها، قلت أكيد أنا بدي يكون ولازم يكون بهذا المسلسل، لأنه في سحر من القصة، في سحر، هي حقبة الستينات، هي كان فيها سحر من كل شيء، من يمكن العروض اللي كانت تكون ببيروت، غير أكيد أولد بيروت هو شخص، هو مكان ما كان موجود، كان موجود مثله بس هو مكان حقيقي يعني. من الشوات اللي كانت بتصير، من اللبس يمكن، صح. من اللوكس فكان في سحر بكل شيء، كان في مولان روج فايب. صحيح جسي. ما شاء الله كل أحد قاعد يتابع الآن المسلسل يشوفون إنتاج ضخم وفظيع واهتمام بالتفاصيل والقصة أيضا. صحيح. أنت برأيك هل دائما الأهم والتركيز يكون على ضخامة الإنتاج ولا على القصة المؤثرة اللي تلامسك أكثر؟ هو كله بيكمل بعضه يعني، القصة لازم تكون حلوة كتير، الإخراج لازم يكون تحت إيد شخص أمين، والإنتاج هو اللي بيجي بيكمل طبعا وبيعطيه هذا التقل اللي تركزي عليه. اعطينا اجابه واضحه اللي تركزي عليه اكثر. كله عمل لازم يكون عمل كامل متكامل، من القصة، من الإخراج، من الممثلين، ومن الإنتاج يلي يبين هيدا التقل. صح. اوكي طبعا انت عارفه زينة في المسلسل هي شابة تعرضت للاعتداء، صح، وكانت اكيد شيء صعب عليها، لكنها في المسلسل تبان انها هي شخص جدا قوي وشخصيته مرة يعني قوية ومكافحة في الحياة. بس حبيت أسألك يعني هي كانت برضو كمان شخصية صعبة ومركبة. صحيح. فأكيد لما تجهزي الدور زي ده في صعوبة، كيف قدرتي أنك تعملي استعداداتك أنك تقمصي شخصية زينة؟ مثل ما سبق وقلت، أنا أول ما قريت شخصية زينة حبيتها كتير، عدت ركب لها الكاركتير، ركبت لها الماضي اللي هي الأليم اللي مرقت فيه، ركبت لها شخصية، ما عطيتها جانب بس حزين، جانب بس هي يعني اللي بس هو الأساس هو ماضية، عطيتها جانب شوي، مرقت شوي أنه هي شخص محتال، مرقت شوي عندها من الكوميديا يلي هي بتحب تعلق الناس ببعضها، يعني عطيتها شوي من كل شيء لركبت هيدي الشخصية، خلاها واقعي أكتر. صح.